نهني القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا باليوم والبركات. وبهذه المناسبة تسعى القيادة العامة لشرطة الشارقة ضمن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وكما جرت العادة في كل عام على تجهيز مدافع الإفطار على مستوى إمارة الشارقة بما في ذلك المنطقة الشرقية بخور فكان تحديدا. ويعتبر مدفع الإفطار موروث شعبي وتقليد سنوي باشرت به شرطة الشارقة منذ سنوات، واعتاد عليه أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، وذلك بهدف إضفاء الطابع التراثي للشهر الفضيل. مدفع الإفطار جهز. وتم تحديد عدد 4 أفراد من عناصر الشرطة بمدينة خورفكان للإشراف على عملية الإطلاق، وتم اختيار موقع مدرج خورفكان خلال هذا العام بمدينة خورفكان كونه يجسد إضافة فنية بارزة للمعالم الثقافية في إمارة الشارقة، وأحد المقاصد السياحية التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل أفراد المجتمع بالمدينة نظراً لما يتميز به تصميمه المعماري الذي يؤكد على الهوية التاريخية للمدينة. ختاماً نتمنى السلامة والأمان للجميع، وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. مدفع الإفطار! أربيه!